الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس امين. سلام ونعمه وبركه وسلام بكم جميعا. معاكم سرية. النهارده الجزء العشرين. الحقيقه وصلتني اسئله كتير قوي في الجزء اللي فات اللي هو غصن مجدول بقوه، فاسمحوا لي الاول هعمل تامل تاني جديد بسيط ابسط من اللي فات عشان الاسئله كانت كتير قوي. ربنا عايز يقول لي ان فيه طريق، الطريق ده انا لازم امشي فيه عشان انمو واكبر معي. خد الطريق ده المره دي من سلسله الانساب. سلسله انساب المسيح يعني انا كانسان لازم انمو مع ربنا واعبر معاه من العهد القديم للعهد الجديد ومن العهد الجديد لحد ما اوصل للسماء. وكانت البدايه من ابونا ابراهيم، قال له اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك إياها. اذهب يعني أخرج وأترك أرضك وأترك أبيك وعشيرتك واتفضل أخرج معي. يعني في مجموعة من التنازلات اللي انت لازم تقدمها علشان توصل في يوم من الأيام وتبقى زي توصلك في آخر المسيرة دي لأخنوخ، وكان اللي احنا بنعبر عنهم في أخنوخ وإيليا هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض. يعني باخد المسيرة إن أخنوخ صار مع الله ولم يوجد لأن الرب أخذه. طب إيه الطريق اللي مشي فيه أخنوخ؟ هو ده الطريق اللي مشي فيه، بس هو ساب القيادة لربنا وبالإيمان مشي مع ربنا فقاده. قاده في طريق تمهيدي، الطريق ده كدخول تمهيدي لدخول الله مع البشرية في عهود متتالية تختم بالعهد الذي يقيمه الله مع الإنسان في المسيح يسوع خلال الدم الزكي على الصليب. في إنجيل معلمنا ماري متى بدأنا المجموعة كانت بمجموعة أبونا إبراهيم، وعدوا بالأرض والميراث لما هو يسيب أرضه، والميراث والوعد ده اتحقق في داود. شمعنا داود؟ لأن داود هو اللي وصل بالميراث ووصل وارتفع بهذه الأرض الجبل صهيون وبنى على صهيون المدينة اللي هي مدينة أورشليم. كان المفروض يجي سليمان ويكمل المدينة دي ويدخل جوه المدينة دي ويبني الهيكل، لأن الهيكل بيمثل النفس البشرية. يعني أرضك ارتفعت لحد ما وصلت بقت زي أورشليم لكن جواها موجود الهيكل، فلازم الهيكل ده يتبني. ربنا اداله الحكمة والمجد والغنى والسلام، وهو صحيح بنى الهيكل لكن بعد كده فشل في حياته، لأن هو بنى هيكل مادي لكن ما عملش بناء الهيكل ده الداخلي جواه. عشان كده ربنا كان بادئ في كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، فبدأ هو من هنا من أبونا إبراهيم. لما بدأ أبونا إبراهيم يترك أرضه وعشيرته ويعمل كنترول لجسده ونفسه، المفروض أنه هو بيقف في الشقة أو الصغرة وينادي ربنا عشان يقود حياته، وأن هو في الطريقة دي بترتفع أرضه. في أرام هنا الأرض بترتفع بيه وبتبدأ الشعب اللي جواه اللي هو أفكاره وحياته كلها يبقى شعب كريم، ويدوس الحية القديمة، يعني يرفض ان الحية القديمة دي تبقى راسه وان الراس بتاعته تبقى هي المسيح. فربنا يبدأ يكافئه، ومن هنا يبدأ الانسان بيبقى خادم وعامل لربنا ولحد ما يتحد بالله من خلال المعمودية. المفروض ان انا لما ابني الهيكل الداخلي جوايا واعلن ان الله يملك على داخلي، يعني اعلن ان الله هو النور والنار، ان الله هو ابي، هو الطبيب الشافي، هو الله القاضي العادل، هو المرتفع، هو عزتي، هو كمالي، هو قوتي، فبينسى ربنا كل اللي فات وبيبدأ معايا طريق جديد، لان ربنا امين وصادق فيه دعوته، وان ربنا هو الشافي لنفسنا. ولما انا اعترف بكل اسماء الملوك دي جوه الهيكل الداخلي اللي هو جوه نفسي، الله هيؤسس مملكته جوايا، وبالطريقه دي يسمح ربنا ويتولد جوايا من العذراء. وانا كنت انسان متمرد وعاصي على ربنا، فبيبدا ربنا لما يتولد جوايا يكبر جوايا انمو معاه
ويبدأ يديني من عطاياه ومن نعمته الكبيرة. هو ده الطريق اللي ربنا عايزنا نمشي معاه، ان انا زي ما قلناها بس هو بيعيدها تاني وبيأكد عليها تاني بطريقة الانساب، ان انا عايز جسد نقي وطاهر وعايز نفس يمتلك عليها الله وتعترف زي كل الملوك ان هو يتوصل لبناء الهيكل الداخلي جواها. زي ما احنا قلناها ان النفس هتبني الكنيسة جواها لحد ما توصل كمان ويبقى الكنيسة دي هيكل. لما بدخل مع ربنا بقى في المعمودية بعد ان انا اعترف به كملك على نفسي، ويعني اؤمن بكل الحاجات السابقة اللي هي كانت في العهد القديم، لازم ابدأ ادخل في مجموعة من الحاجات، لازم انفصل عن كل ما هو ارضي، أو أنفصل كمان عن الشيطان وأنفصل عن العالم، أترك وأسيب وأنفصل في حاجات كتير، فيبدأ يزداد ويحصل نمو في حياتي الروحية، يبدأ الله يديني عطايا. بعد كل عطية لو أنا قدرت العطية دي هيبقى لازم أشكر وأعترف بالعطية دي لأني قدرتها. الشكر اللي ربنا مستنيه مننا والاعتراف والحمد ده مش هو عشان هو عايز مني شكر واعتراف وحمد، لأ، ده الشكر والاعتراف والحمد ده لأنه هيبقى تقدير لعطية ربنا، أنا بشكره لأني قدرت العطية اللي معايا فيديني عطية تانية، لو أنا مش مقدر العطية مش هيديني غيرها. كمان في العهد القديم الجزء مثلا بتاع السيدات كان دايما يقول سيدات عاقر سيدات عاقر سيدات عاقر، لدرجة أنا يعني قلت مش ممكن يعني وربنا مش لاقي غير السيدات العاقر في الكتاب المقدس. أيوة، لأن البشرية عاقر، الإنسان نفسه ما يقدرش يثمر ثمار الروح إلا بالروح القدس، لأن دي هتكون ثمرة، دي مش عطية، دي هلازم يكون فيه ثمار. السيدات كمان الأربعة اللي هو اتكتب عنهم في سلسلة الأنساب، السيدات دي بالرغم من ظروفهم الصعبة اللي هم عاشوا فيها لكن عرفوا ياخدوا قرار في حياتهم، عرفوا يعيشوا بالأمل والإيمان الرجاء النعمة، مسكوا في النعمة. يعني واحدة زي بتشبع اللي جوزت داود دي شخصية ضعيفة لكن مسكت في الخلاص ومسكت في النعمة لأنها اتجوزت داود، وإحنا ربنا عايزنا نمسك فيه هو لأن هو مصدر لكل ثمر ومصدر لكل نعمة. بعد كده بيبين لي إزاي طريقة الارتفاع والارتقاء، ربنا بيرتقي ويرتفع بالنفس البشرية معاه، فبيبدأ يعمل لها نمو وزيادة واحدة واحدة، وطبعا ده بالاقتران والاتحاد بالله في المعمودية. وفي نفس الوقت ما بنساش ان انا بعترف ان هو ملكي، هو المعز، هو اللي هيحمل اثقالي، وشوية شوية لان كل حاجة بتيجي بالتدريج، ان انا بنفصل، ان انا باخد نعمة، باخد عطية، بشكر عليها واحفظ نفسي لهذا الاله العظيم. فهي دي كده بمنتهى البساطة الطريق اللي ربنا عايز يعرفني عليه في سلسلة الأنساب مع معلمنا كمان ماري لوقا البشير. الارتفاع ده كمان هيبدأ الله يرتفع وهو اللي بيحمل ثقلي، بس لازم أنا كمان أجهد معاه، هو مش جاي يشتغل لوحده وأنا أنام، لا، هو جاي يعلمني عشان أنا أعمل زيه، عشان هو يتحد بيا، عشان يرتفع بيا وأنا بأترك. الموضوع لازم أفضل أرتفع لحد ما أوصل لإنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح بالكمال فيه، هو اللي هيكمل نقص البنيان، بس على الأقل أنا أقوم وأبني، لازم أعيش مستيقظ وساهر، لازم أقرر إن ربنا يكون هو الرأس وإن هو قائد مسيرتي، لازم أطلبه، لازم أقوله تعالى اشتغل معايا فهيجي يعلمني وأتعلم معاه وأكبر معاه. يا جماعة الطريق الروحي عامل زي المدرسة، حضانة وابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة ودكتوراه، بس كل مرحلة لازم أعدي عليها لكمان لازم أدخل فيها امتحان، زي ما بعدي في آخر المرحلة على امتحان
عشان أعدي للمرحلة اللي بعديها. فهي دي التجارب. عايز أوصل لإيه؟ عايزين نوصل إلى صورة الكمال والقداسة، صورة المسيح هنا فينا على الأرض، في محبته وودعته وتواضعه وقدسته ونقوته. فهو يفيض علينا من طبيعته عشان يخلينا سمائيين أكتر وأكتر وشركاء الطبيعة الإلهية، يعني شركاء في هذه الصفات، فتكون لنا صورة مجده في السماء. خدوا بالكم يا جماعة، لما المسيح بتحد بيه، ولما كان في التابوت كان جزئين، كان الجزء اللي فوق من الذهب الخالص اللي هو الغطاء، والجزء اللي تحت كان من الخشب اللي مطلي بالذهب. أنا بتحد بالمسيح اللي هو بيمثل الناسوت، الجزء الذهب اللي فوق اللاهوت. أنا بدخل مع المسيح، أشترك مع المسيح في كل صفاته، لكن أنا ماليش دعوة باللاهوت. اللاهوت دي، ده لاهوت الله، دي طبيعة الله، مش هي دي اللي أنا هشترك فيها. هو أنا بشترك مع المسيح، بلمس المسيح، باخد الروح القدس بتسكن جوايا، باخد بعد كده قوة الروح القدس. يعني الموضوع كله في المسيح وفي الروح القدس، يعني شركاء الطبيعة الإلهية مش شركاء في الطبيعة الإلهية. احنا لا نشترك في اللاهوت، احنا مشتركين مع المسيح نفسه. لكن الطبيعة الإلهية دي بتاعته هو، دي مش شركتي أنا. دي حاجة. هو طبعا الكفارة الوحيدة عنا، ودي ما انساهاش. أنا ببقى شفيع معاه في الصلاة، أصلي عن الناس. المسيح مات قائم، يعني إيه قائم للحياة؟ قائم كامل القدرة والحكمة، كامل الإدراك والاطلاع والمعرفة، قائم للشفاعة الكفارية وحده، فتح أحضانه للخطاة للتوبة، قائم أمام الله بالصلوات عنا ليستجيب الله صلواتنا، قائم يوزع علينا النعم وبركات أسراره المقدسة، قائم على استعداد للدينونة متى جاء الأوان، يعني لما يجي وقتها. فأنا بقوم مع المسيح، لكن مش في النواحي اللاهوتية، مش في الكفارة، لأنه هو الكفارة الوحيد عنا، بس هو بيقومني وبيديني العطية الخمسة اللي هي قوة الروح القدس، عشان أقوم معاه وأصعد معاه وفيه، ويملاني هو بيه، وهو كمان اللي بيصلي ويسأل عني عشان أتحد بيه، عشان يكون واحد كما نحن. أنا قد أعطيتهم كلامك. المسيح عايزني أشاركه. هشاركه في إيه؟ هقول لكم عليها قدام شوية. بيفضل يديني في العطايا لحد ما يحصل الاكتساب التلقائي. يعني ايه اكتساب تلقائي؟ ده حاجة زي القمر والشمس. القمر لانه موجود في مجال الشمس، فبيعكس نور الشمس تلقائيا، ما بياخدش منه عطية. الشمس ما بيديش القمر عطية نوره فالقمر ياخد، لا، ده بيحصل اكتساب تلقائي. بعد مراحل معينة، وأنا كل مرة بقدر عطية ربنا ليا وأرتفع معاه وأجاهد مع نفسي، يعني أجاهد مع جسدي في شهواتي، وأنقي وأطهر هذا الجسد، وأنقي النفس اللي جوايا، ويعني وأتنازل عن كبريائي وأنانيتي وبذاتي، ويحصل الاتحاد بينا. هو بيحطني في بيديني طبعا الرداء الكامل، وبيديني قوة الروح القدس. ربنا بيفرح بالإنسان، ربنا بيثبت الإنسان ده فيه، ربنا بيخليني كمان أصلي عن الكنيسة كلها، أصلي لإخواتي وأصلي لأهلي، وأحس بيهم زي ما هو حاسس بينا كلنا. ربنا حاسس بينا وعارف. مشكلتنا في عدم التقدير، مشكلتنا ان احنا مش عارفين نتنازل عن حاجات كتير، فلازم في الطريق ده فيه تنازلات كتير، وكل ما بطلع اكتر معاه كل ما بتنازل اكتر معاه عن حاجات كتير. مش ان انا بتنازل يعني مش بحب الناس، لا، انا بحب الناس بس هحبهم بطريقته هو، الطريقة المحبة الموزونة، المحبة اللي بتفرح لفرحهم، المحبة التي لا تسقط أبدا. يعني بيبقى فيه اختلاف جوايا، ببقى مطفور، ببقى بسيب الغصن الجاف المتمرد الغاضب، وببقى مطفور بالمسيح. جسدي ونفسي وروحي بينضفروا بهذا الثالوث القدوس، ببقى مطفور بالإيمان والرجاء والمحبة.
فبيبقى الغصن ده أصبح غصن قوي في الله. فبكمل المسيرة، فبياخدني ويبدأ يرفعني، بيوقفني عند انقسام مجرى ويقول لي لو أنت عايز يلا نكمل مع بعض. يا جماعة عايزين نعبر، نعبر بالنعمة من الأرض للسماء، نعبر من الضلمة للنور، من الموت للحياة، من التعب للراحة والسلام، لمجد أولاد الله. عايزين نتحد بملك السلام فيبقى جوانا كل السلام والنعمة والبركة. لازم أطلب واستمر في الطلب وأترجى ربنا إنه يكمل معايا المشوار لحد ما بيجي جوايا وبيبقى ملك السلام اللي هو بيملك على كل حياتي وبيرفعني وبيديني هذا الاكتساب التلقائي. يعني ربنا بيستمر واحدة 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 معايا. أقدس اسم هذا القدوس وبيديني اسم جديد لأني أكرمت هذا الإله العظيم، لازم أكرمه في حياتي. المهم بيعبر بيا للجهة التانية بعد ما بيحطني على انقسام المجرى وباخد الطريق الاكتساب بقى التلقائي وبيشفي حياتي ويديني الراحة ويديني السلام الداخلي لحد ما ببقى زي أخنوخ، شخصية مكرسة لله. هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض. هو اداني بالظبط طريق أخنوخ عشان يبقى الإنسان أصبح مكرس ومخصص بالتمام والكمال من كل الجهات لربنا. هو ده اللي هو عايز يوصل بيه معايا، فأعكس تلقائيا نوره ومجده وسلامه وأعكس من بهائه. بيبقى عامل زي الحجر الكريم، لكن الحجر الكريم اللي مش محطوط في مجال النور ما بينورش، فهو عايزني حجر كريم لكن محطوط في مكان النور، فأعكس ضياءه، أعكس مجده، أعكس جماله، أعكس كماله، أعكس نعمته. هو ده الإنسان اللي هو يعني بيوصل لصورة المسيح. هو مش عايزني بس أرجع لصورة آدم، ده أنا عايز أرجع لصورة المسيح المثالي العظيم بيا، وينسى إنساني الترابي خالص وأصبح يعني يتغير إنساني بقوة المعين اللي هو الروح القدس، ويصبح معين للخدمة ومعين لنعمة ربنا لحد ما فعلا بياخد طبيعة السمائيين النورانيين وأعكس صفات ربنا ومجده. هو ده اللي عايز ياخدني لحد لما أنا بعمل كده، هو بياخدني بقى لقلبه. هو أسلمت قلبي فبيديني قلبه. هو أورشليم السماوية هي حصن الملك السماوي، هي مدينة ملك السلام، بياخدني معاه هو. زي ما كنت أنا اديته قلبي فهو خد قلبي وراح حطه جوه قلبه هو. فاكرين ربنا صادق وأمين ووعوده أمينة وأعماله عجيبة. فيلا بينا بقى ننطلق، ويلا بينا نشوف نبقى زي هذان الزيتونتان، أبقى غصن مطفور ومجدول في المسيح. وخدوا بالكم لما قال زيتونتان ومنارتان، لأن الزيتون ده لما بيتعصر ويبقى الزيت هو ده اللي هينور المنارة، ما قالش منارتين على طول، ده قال زيتونتان وقال منارتين. كل كلمة صدقوني في الكتاب المقدس موزونة بطريقة فوق الرائعة. كلمة رائعة دي ما تعبرش عن جمال المسيح. حقيقي وازن الأرواح هو الله، الرب وازن الأرواح. لما ربنا بيوزننا هو يعني، فاكرين لما عديت على ورق الألمونيا، لأن هو بيوزن الروح دي خفيفة ولا مش خفيفة، هتعدي ولا لا. يلا بينا على المقياس عشان نفهم الموضوع. في رؤيا 11، ثم أعطيت قصبة شبه عصا ووقف الملاك قائلا لي قم وقس هيكل الله والمسبح والساجدين فيه. اللي كان بيتكلم معايا كان ده الجزء الثاني بقى، كان معاه قصبة من ذهب في الجزء، يعني بمعنى أصح رؤيا 11
قصبة شبه عصا، لكن القصبة من ذهب كانت على أبواب أورشليم السماوية في رؤية 21. القصبة نفسها نوعيتها مختلفة، شبه عصا زي ما قلت لك التابوت، نصه من تحت كان خشب معاه ذهب، وده الاتحاد بالمسيح. اللاهوت انتوش با، ما بيتلمس. فدول الفرق اولا بين القصبتين كانوا مختلفتين. الشخص كمان اللي بيقيس كان مختلف، الاولاني ادى ليوحنا الحبيب عشان يقيس، التاني كان اللي بيقيس في سفر الرؤيا 21 كان الملاك. فكان في اختلاف في القياس، وكان في اختلاف في الشخص اللي بيقيس، وكان في اختلاف في المقياس نفسه، كان شكله ايه ونظامه ايه وايه الموضوع. لما ربنا بيجي يقيس ده عشان بيقولك انا هقيس حاجة ملكي. لما انت بتروح تملك تبدأ تقيس، لو رحت اشتريت بيت بتقيس مقاسات البيت ده. الحاجة التانية ربنا لما بيقيسنا ده عشان ما يدخلناش في تجارب تكون اصعب مننا، فهو بيشوف مقاسك ويديك التجربة او الاختبار اللي هيكون مناسب ليك. فموضوع القياس مش بس هو بيقيسك عشان يقدرك، لا ده هو بيقيسك يعني عشان يشوف. يلا بينا في يوحنا 11، اعطيت قصبة شبه عصا، وقف الملاك قال يقوم قيس الهيكل والمذبح والساجدين فيه. اللي بيقيس يوحنا لان هو كان تلميذ، كان رسول، كان نبي، كان كاهن، ودول اللي من حقهم القياس. الوحي بيقول له قم، اي الاستعداد لاداء عمل معين. وبرده زي ما بقول لكم هو بيقيس عشان ما يجربنيش تجربه اكون مش مقاسي. الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون لتستطيعوا ان تحتملوا. في رؤيا 11 كانوا داخلين على الضيقات فبدا يقيسهم. تاني حاجة زي ما قلناها، محدش بيقيس إلا في ملكه أو في حاجة تخص، ودي برضو حاجة تطمن. القصبة كانت شبه عصا، ومحدش بيقيس زي ما بيقول إلا في ملكه. فمن ناحية الروحية أنا أصبحت ملك المسيح وخصته من الصليب، وعشان كده كان المقياس خشب زي الصليب، ما كان خشب. فشكرا ليك يا رب اللي أنت ملكت على حياتي وكياني، وقبل أنه يكون ليا الراس. القياس إلى قياس قامت ملء المسيح، دي ثالث حاجة، يعني المسيح يملك عليا بالكامل، أموت ويحيا المسيح فيا. فيكون ليا إيه؟ يكون ليا فكر المسيح، تكون أعضائي كلها مقدسة للمسيح، يكون المسيح يحكم عليا في كل حركة، أكون حجر حي في بناء هيكل جسد المسيح وهو الكنيسة. وزي ما قلنا كنيستك مفدية سماوية نقية نامية منتصرة ظافرة كاملة صافية مستنيرة حية مقصورة بحب المسيح. ودول كلهم اللي احنا شرحناهم في الجزء رقم 2 في تجهيز الكنيسة، وشرحناهم في الجزء رقم 7 في المراحل الروحية. رابعا هيقيس ايه؟ هيقيس الهيكل والمذبح والساجدين فيه. الهيكل، وهذا إشارة للمؤمنين الحقيقيين، هيكل الله هم من كانوا ثابتين في المسيح. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ يبقى الهيكل هم المؤمنين. هيقيس المذبح، المذبح هو رمز للصليب اللي قبله المؤمنين بالمسيح، هؤلاء الذين صلبوا أهواءهم مع شهواتهم وقبلوا الاضطهاد لأجل المسيح. يعني بيقيس مدى تضحيات المؤمن وبذله وتقدماته وطاعته لحد الموت وتحمله من أجل المسيح. ثلاثة الساجدين فيه، السجود هو رمز اتضاع النفس وانسحاق الروح أمام الله، رمز التقدير لربنا والإكرام ليه، رمز العبادة بالروح والحق. دول الثلاث حاجات الأساسيين في قياس السجود، اتضاعك، تقديرك، عبادتك. يعني هو قاس إيه؟ قاس طهارتك وثباتك وإيمانك، قاس الاتضاع والتضحية يعني سبت إيه عشان ربنا، السجودك ده دليل على تقديرك وإكرامك لربنا، وإنك العبادة بتاعتك اللي بتقوم بيها هي عبادة بالروح والحق. وهم دول ثلاث حاجات بيتقاسوا فيك لأنهم مهمين جدا. وارجع وأقول لك وازن الأرواح هو الله، ده المقياس الأولاني. دلوقتي هدخل على المقياس الثاني اللي هو في سفر الرؤية 21. الذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب.
عشان يقيس المدينة وأبوابها وأسوارها. شايفين المقياس الثاني مختلف تماما عن المقياس الأولاني، اللي قصبة من ذهب واللي بيقيس هو الملاك واللي هيقيس المدينة وأبوابها وأسوارها. طب هنا هو بيقيس مين اللي بيقيس؟ قلنا الملاك. المقياس من ذهب بيقيس المدينة السماوية. الذهب هو الطبيعة السماوية، يعني طبيعة المسيح، يعني شركاء الطبيعة الإلهية. هيقيس إيه؟ المحبة. محبة المسيح غير مشروطة، غير محدودة، صالحة، تعطي، تضحي، تشارك، تتحد بالآخر. المحبة هي هو الله. إذا أردنا أن نختار الله فعلينا أن نختار الحب كأسلوب للحياة وطريقة للتفكير، شركاء في المحبة. حبك إليه اللي بيبهر عقلي ويجذب قلبي، اجعلني أدرك وأقدر هذه المحبة. اتنين، القداسة. المسيح لا أرض قدوس، واللي داخل أورشليم يقاس بالقداسة. اتكلمها عن القداسة بالتفصيل في جزء 19 في جزء في غصن مجدول بقوة. يعني الله لازم يملك قلبي المخصص والمكرس ليه والمرتبط به بدون انقطاع. يبقى لازم شركاء في القداسة، يعني قديسين. ارفعني يا رب عشان أنفصل عن كل ما هو أرضي، قدسني أنت أيها القدوس. تالت حاجة في الرحمة. الرحمة هي بذل مضحي نابع من حنان لشخص غير مستحق، فمظاهرها الغفران، يعني الله يعلن لنا قبوله الغير مشروط وحبه الغير محدود. من مظاهرها اللطف وطول الأناة، البحث عن الخاطئ ومستني رجوع. الصليب ما كانش بس تعبير عن المحبة، بل هو أصدق تعبير عن المحبة المضحية المترأفة المتحننة على الإنسان الغير مستحق. رحمتني أنا إلهي، أنا الغير مستحق رحمتك. يا ترى هقدر أشاركك في الرحمة بطريقتك؟ طوبى للرحمة لأنهم يرحمون. الرحمة الغير المستحقين. إملاني يا رب برحمتك، علمني طول أناتك، علمني أسامح وللنهاية، أحب فقط فلا يوجد للكره جوايا ثغرة. رابع حاجة البر. البر هو السلوك بالحق والحكم بالعدل. الله بيوزع بركاته وهباته بالعدل والحق، فلا يفضل شخص على آخر. هذا هو البر، إن واجباتنا وامتيازاتنا ومسؤوليتنا يتساوى فيها الآخرين معنا. هذا هو البر اللي بيساوي بين الجميع في المعاملة والواجبات والحقوق، وفي نفس الوقت يدي لكل واحد مكافأته اللي بيستحقها. يا ترى هقدر أشاركك في البر، أسلك بالحق وأحكم بالعدل؟ خامس حاجة الحق. الحق يعني أقول الصدق. قدسهم في حقك. إن سلكنا في النور فلنا شريك. هل أقدر أشارك وأقول دايما الحق وأعلن إن الله هو إلهنا الحقيقي؟ هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسل. ستة الحكمة. في التصرف والفعل الحكيم، وده عكس التصرف بحماقة وجهل. الخبث أو المكر والدهاء هو ده عكس الحكمة، لأن الرب يعطي حكمة من فمه، المعرفة والفهم. لم يطلب سليمان غنى أو طول الأيام أو نفس أعدائه، ده طلب الفهم والتمييز والحكمة، فأعطاه ربنا حتى كرامة وغنى. الحكمة النازلة على قلب نقي بتدي فهم، والنازلة على قلب غير نقي تدي خبيث. الأمانة. سبعة الأمانة، عدم التغيير في الوعود والعهود، يعني الوفاء والإخلاص. إذا خرج منك وعد بتقدر تحققه، اتكلمنا عن الأمانة طيب بالتفصيل في الجزء 15، اللي كان من له أذن للسمع فليسمع. أخيرا السر الوحيد في تغييرنا وعشان نشارك الله صفاته الأدبية وأشاركه طبيعته، هو في النظر إلى الشخص الكامل يسوع المسيح كي تتغير أعمقنا، ففي الآخر نعكس صورة مجده للمحيطين بينا. يعني الجهاد في أن أكون في حضرته باستمرار وأوصل لدرجة الصلاة بلا انقطاع. يا رب اسمح لي أن أنا أفتح عيني في النور، في هذا النور الباهر لكي أستنير. أملأ عيني بشخصك الرائع لأجل نفسي منجذبة إليك. اسمح لي أن أنا أفحص في نورك وجمالك وبهائك، فتنير أعماق قلبي فتغير إلى صورتك البديعة. فكل ما أراه في رحلتنا الماضية ما هي إلا المحبة من ذلك الضياء. زدني واجعلني أن أعرف وأفهم وأدرك مجدك وجلال شخصك
الرائع. أرجوك يا رب، أرجوك يا رب اسمح إنك تفتح عيني في هذا النور الباهر. أرجوك يا رب إنك تنور أعماق قلبي وأتغير لصورتك البديعة. يعني عايز إيه يا رب؟ عايز يكون لك فكر المسيح، تشوف بعيوني السرافيم، تسمع صوتي ويكون صوت صارخ في البرية، وتعد طريق الرب جواك وجوا الآخرين. عايزك تتنفس أنفاسي، تلاقي أنفاسي في كتابي، فهو مكتوب بالوحي والوحي هو أنفاس الله. أنفاس الله، عايزك تنطق بكلامي لأنه هو نور الطريق. هتلاقي الشكر والتسبيح والبركة والارتفاع. عايزك تقول تصنع خير، رافعين الأيادي النوال البركات، ساجدين لاكتساب الجمال والبهاء والكمال والمجد. عايز أكون ليك وإنت ليا، أنا لحبيبي وحبيبي ليا. عايز الاتحاد. أنا جاية متعشمة في محبتك ومسكة في رحمتك، ومستحقش إني أكون عبدتك يا رب ولا حتى أمتك. عشمي فيك يا رب أنت وحدك، لو مسكتني وقستني هتلاقيني ناقص، لكن عشمي إنك هتكمل كل نقص في بنياني. أنا هجاهد وهمسك فيك، ساعدني وأعني وحدك يا معين. أنت إلهي العظيم، أنت إلهي القدير، بشكرك إنك نورت لي طريقي، وإنك فتحت إدراكي، وإنك بتعلمني أنت. اسمح لي أقول لك، أرفعك وسبحك وباركك، أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك، لأنك إلهي العظيم القدوس. قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي. قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك وكرامتك. لك الملك، لك القوة، لك المجد، لك البركة والعزة، لك كل كرامة وكل سلطان، لك الحكمة، لك الغنى، لك القدرة يا إله العظيم القدوس. آمين. أشوفكم المرة الجاية بنعمة ربي.